خريطة الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في المغرب تبدو مشجعة جدا، ويمكن الحديث عن 3 مناطق يتعلق الأمر بحوضين للغاز في منطقة الغرب، يعني الغرب الأطلسي بين القنيطرة والعرائش. هذه الأحواض دخلت مرحلة الاستغلال. ثم يمكن الحديث أيضا على حوض ثاني، هو حوض في صويرام منطقة مسقلة، تعتبر من أهم الاكتشافات ديال الغاز الطبيعي في المغرب. تم حفر 11 بئر، وكلها تأكدت على أنها تحتوي على غاز مكثف، والآن هناك استغلال هذا الحوض الذي ينتج 30 مليون متر مكعب من الغاز سنويا. الحوض الرابع حقل التندرارة، تم حفر الآن 5 الآبار، وكلها يعني تبينات على أنها تحتوي على كمية هائلة جدا من الغاز الطبيعي من الميثان بنسبة تصل حتى ل 99%. سيتم ربط يعني هذا الحقل ديال التندرارة جنوب وجدة بأنبوب للغاز المغربي أوروبا، ليضخ الغاز في هذا الأنبوب وبالتالي لتشغيل محطة بني مظهر في الجنوب ديال المنطقة الشرقية وجدة، ومحطة ديال طنجة تهدرت. إذن ما هو الآن متاح؟ يمكننا الحديث على أنه المغرب يعني الآن يتوفر على تغطية جزء كبير من حاجياته من الغاز الطبيعي، وطبعا هناك يعني آمال أنه يعني في المدى المتوسط يتحول المغرب إلى بلد مصدر للغاز.